Hello everyone, welcome to my channel. This is محمد سيف. أهلا بكم في درس جديد. درسنا النهاردة هو شرح وأسئلة Chapter 8 من قصة Grace Darling. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان كل الدروس الجديدة توصلك. يلا بينا نبدأ درسنا. ومع أحداث Chapter 8 اللي بعنوان The Worst Sea of ذير، أسوأ حالة بحر هذا العام. جريس كانت أول واحدة شافت ناس على الجزيرة أو الصخور. كانت مامتها بتطبخ أو بتجهز الفطار في المطبخ، وباباها كان بيطفي اللانترن بتاع اللايت هاوس. جريس كانت لسه ما زالت في النافذة بتاعتها بتبص باستخدام التلسكوب على الصخور. لمدة ثانية شافت راجل على قمة الصخور، بعد كده ما شافتوش بسبب الأمواج، ولكن بعد دقيقة شافته تاني، وكان في كمان واحد. الاتنين كانوا واقفين وبيشاوروا بشكل عنيف، وبعد كده المطرة جات وهي ما قدرتش تشوف حاجة. وبعدين اتهيأ لها انها شافت 4 أو 5، وبعد كده هي حطت التلسكوب وندهت على باباها انه يجي بسرعة. في رجال على الصخور ما زالوا عايشين. ويليام دارلينج بسرعة جري راح اوضتها وبص عليهم، وفعلا شافهم. نزل التلسكوب وقال لها احنا لازم نروح لهم، انا وانتي لازم ناخد القارب وننقذهم. هتيجي معايا؟ قالت له طبعا يا ابي، اذا احنا ما انقذناهمش مين هينقذهم؟ قال لها عندك حق. وبعد كده ويليام دارلينج بص من الشباك بحزن وقال لها انا عمري ما شفت بحر سيء زي السنة دي، مفيش قارب ممكن يجي من اليابسة في الجو ده. مامة جريس جات وسمعت وقالت لهم انت مش تقدر تروح يا ويليام. جريس ما زالت بنت صغيرة، بص على البحر، انتوا الاتنين هتغرقوا. جريس ردت على مامتها وقالت لها احنا لازم نحاول يا امي، فكري في الناس المساكين دولت لوحدهم على الصخر، احنا عايشين هنا في الفنارة دي وظيفتنا. قالت لها دي وظيفة أبوك وأخواتك، مش وظيفتك. أنت هتغرقي كده، ولو غرقتي ده هيساعد الرجال دول في إيه؟ قالت لها وده هيساعدهم بإيه إذا إحنا ما حاولناش أو ما عملناش حاجة؟ طبعا مامتها بصت من الشباك مرة تانية وقالت لهم perhaps you'll get the rock Grace، انتوا ممكن تروحوا فعلا للصخور دي بالحظ او يمكن عشان الرياح وراكوا، ولكن ان انتوا تقدروا ترجعوا ضد الرياح مفيش راجل وبنت هيقدروا يعملوا حاجة زي كده. ويليام دارلينج بص لزوجته ومسك ايديها وقال لها اسمعيني يا توماسون، في هناك 3 أو 4 بحارة على الصخور ديت، دولت رجال أقوياء، هم هيساعدوني ان احنا نرجع هنا اذا احنا انقذناهم. فتوماسون قالت له اذا انقذتوهم، طيب اذا لم تنقذوهم؟ ويليام طبعا ما ردش في الاول، ولكن بص لزوجته وقال لها احنا هنروح، احنا لازم نروح، انزلي معانا وساعدينا نجهز القارب. طبعا نزلوا في الجو العاصف ده، وكانوا بعد 15 دقيقة جاهزين ان هما ينطلقوا بالقارب. 3 مرات البحر او الامواج كانت على وشك انها تحطم القارب ده، ولكن ويليام ركب في الأول في مقدمة القارب، وبعد كده جريس ومامتها ساعدوا.
كان معاه مجدفين وكان منتظر الموجة التانية، وقال لها بسرعة اركبي يا جريس. وفعلا جريس قفزت في القارب، ويليام سحبه بشدة، وبعد كده انطلقوا بالقارب. طبعا بعد كده، بعد ما القارب انطلق، بقوا يحاولوا ان هم يحافظوا على القارب ان هو ما يتحطمش على الصخور بسبب الامواج. جريس كانت بردانة جدا، ولبسها والطاقية بتاعتها كانوا مبتلين. هي كانت صحيح خايفة، ولكن كانت سعيدة وحاسة بإثارة، وقالت أنا سعيدة إن احنا رحنا، احنا لازم نحاول ننقذ الناس المساكين دول. ويليام كان دايما بيحاول إن هو يحافظ على القارب يبقى في صخور بينه وما بين الأمواج العالية دي. جريس بتقوله أتمنى إن احنا نقدر ننقذهم، وتوماسون كانت واقفة تشوفهم من بعيد، وطبعا كانت تشوفهم لمدة لحظة وبعد كده يختفوا خلف الأمواج، وقالت مش مستحيل إن هما يعملوها، ولكن مفيش قارب يقدر يعمل رحلة زي دي في بحر زي ده. أتمنى إن أنا مفقدش جي وبنتي. ومع النوع الأول من questions بيطلب منك to answer the questions. number one, who saw the people first؟ مين شاف الناس الأول؟ Grace saw the people first. number two, what did Grace first see؟ شافت ايه؟ Grace first saw a man on top of the rock. شافت راجل واحد على الصخور. number three, how did the men wave؟ الرجال كانوا بيشاوروا ازاي؟ The men waved widely، بعنف أو بشدة. number four, what did William tell Grace؟ قال لبنته ايه؟ William told Grace that they had to go، إن هما لازم يروحوا. number five, why didn't Grace's mother want them to go؟ ما كانتش عايزهم يروحوا ليه؟ Grace's mother didn't want them to go because no boat could come from the mainland in that one، عشان ما فيش قارب ممكن يجي في الوقت ده. number six, what did Grace tell her mother to go؟ قالت لها ايه عشان تروح؟ Grace told her mother that she had to think of those poor people، لازم تفكر في الناس الفقراء دول. seven, where did Grace jump؟ قفزت فين؟ Grace jumped into the boat، في القارب. number eight, how did Grace feel؟ كانت حاسة بإيه؟ Grace was afraid، كانت خايفة، but happy and excited، ولكنها كانت سعيدة. ومع النوع التاني من questions بيطلب منك to complete the sentences. number one, Grace saw the people first. number two, Grace first saw a man on top of the rock. number three, the men waved wildly. الناس كانوا بيروحوا بعنف أو بشدة. number four, William told Grace that they had to go. number five, Grace's mother didn't want them to go because no boat could come from the mainland in that wind. number six, Grace told her mother that she had to think of those poor people، لازم تفكر في الناس المساكين دول. seven, Grace jumped into the boat. number eight, Grace felt afraid but happy and excited. وبكده انتهينا من درسنا النهاردة، شرح وأسئلة chapter 8 من قصة Grace Darling. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل الدروس الجديدة. See you.